انطلاق مفاز الجمهور والحضور الكريم 16 من الجهة المهجنة الأصيلة تشارك مسافة الميل 1600 متر من وسط الجهة دروك نيت أنسة نورة بنت الكواري وستيفان لجاج ومن الجهة الخارجية تعطلي عازات للجواد تروسني مربط مرقاب وأدريان نيكولاس وتخطف الصدارة في الوصافة هناك الشعر الأصفر كرافتد والفارس جيرالد أفرونش برايم سعيد المالكي ومن الجهة الخارجية رشيد أمبارك سعيد جفال النعيمي والسنة ألبرتو محاولة للحق من الجهة الخارجية والجواز جكون ملك سيد أحمد حسن الملكي جهني ولكن الصدارة جميلة وقوية والثنائية قوية تروسني من الجهة الداخلية والجواد محاولة للجواد يسكورد ابن جاسم محمد الغزالي وجيبي جنبر وخطوة بخطوة اتجاها إلى المنعطف ما قبل الأخير وذهبا إلى المنعطف الأخير رشيدة قادمة من الجهة الخارجية بوضع جميل ومن الجهة الداخلية نشاهد لا يزال الصدر مع تروسني والجواد يسكور في وضع اليد وتعطى لعزات شيرستون من وسط الجياد رشيدة من الجهة الوسطى أيضا ومحاولة نعم شيرستون أحد الجيادة المرشحة في هذا الشوط ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وكرافتت في الترتيب الثاني محاولة للحق شيرستون يفوز بهذا الشوط أعزائي الجمهور والحضور الكريم. هنا أعزائي الجمهور والحضور الكريم وصول البطل الفائز الشوط السابع الجواد رقم 16 شيرستون ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والفارس هاري بنتلي والمدرب جاسم الغزالي والصورة التذكارية وطاقم الجواد شيرستون عبد الرحمن المنصور مدير مزرعة الشحانية والصورة شيرستون الفوز الرابع على التوالي.